رجب شعبان رمضان. احنا هنهزر ولا ايه يا باشا؟ انا اسمي شعبان يا باشا. انا امزح معك، اعلم انك اسمك شعبان، واعلم ايضا انك اقدم سايس في المنطقه. يا باشا انا بشتغل هنا في الجراج العماره اللي قدام السفاره دي، من قبل الفيلا دي ما تبقى السفاره، يعني انا هنا اقدم من زمبيزيا. زمبيزيا؟ زمبيزيا يا باشا زمبيزيا. ألم تلاحظ شيء متروك بجوار السور؟ أطفال متروكين. فاهم قصد حضرتك إيه يعني؟ بس لو قصد حضرتك أطفال صغيرين، عيال صغيرين بيلعبوا جنب السور، بتحصل ساعات يا باشا، بس الأمن بيمشيهم. أقصد يعني أطفال الرضع تركتهم أمهم بجوار السور. يعني قصد حضرتك كده زي الأفلام يعني كده، لما بيجوا جنب الملجأ ويسيبوا العيال. بالظبط بالظبط. لا بالحقيقة ما شفتش حاجة زي دي خالص يا باشا والله. شفتش حاجة خالص يا باشا والله. اوكي خد يا باشا. ده يا باشا ربنا يعمل بيوتكم يا باشا، ربنا يخلي زمبيزيا يا باشا، يا رب زمبيزيا كده تبقى كبيرة زي أمريكا. ألف شكر يا باشا. هذا كل بوابين أصحاب جراشات أصحاب محلات محيطة بسفارة؟ لا زعيم عظيم، هناك بعض العاملين والبوابين رفضوا الحضور. ولماذا رفضوا؟ منهم من يعمل وقال سيأتي بعد العمل، وآخرون لم يفصحوا عن عدم الحضور. أرجو أن تتذكر جيداً، إياك أن تغصب أحداً على الحضور للسفارة. لا تقلق زعيم، لسنا في زمبيزي، وانتشار موضوع نقود سيغري الجميع أن يأتوا. ولكن عندي سؤال آخر، إذا لم نصل إلى النتائج مع كل هؤلاء، فما هي الخطوة القادمة؟ نسأل جيران أصحاب شقق مطلة على السفارة، ولكن بهدوء.